بكم، مرحبا بكم معايا في قناة زوزو فلوغ. اليوم ان شاء الله غدا نقدم لكم واحد البسبوسة تجي رائعة. انتم كيف كتشوفوا صيبتها بجوج اشكال، نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه غدا تنال الاعجاب ديالكم. وما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غنحتاجوا لهاد البسبوسة ديالنا ان شاء الله لواحد جوج برتقالات كبار مقطعين بهذا الشكل، قطعوهم. والبرتقالات ما يكونش عندهم هاد جلفة غليظة، تكون غير رقيقة، نقطعوهم بهذا الشكل. البرتقالة تكون كبيرة شوية مويان. وهنايا عندي جوج خيزوات تا هي مويان، قطعتهم تا هي قطع بهذا الشكل. غنحتاج هنايا عندي كاس لاروب ديال الزيت النباتية، كاس ديال السكر حبيبات، اللي ما تيبغيش الحلاوه يقدر يدير غير كاس لاروب. عندي هنايا نص كاس ديال الكوك رقيق ديال الحلوه، عندي هنايا كاس ونص ديال السميد الرقيق، عندي هنايا كاس ديال الكوك غليظ، هذا غادي نحتاجو للتزيين. وغنحتاجو جوج خمارات فاني، وغادي نحتاجو السكر بنكهة زهرة البرتقال، وثلاثة البيضات. ندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. غناخدو واحد الخلاط كهربائي، غادي نضيفو فيه الجزر. كنا غنضيف كمية بكمية حيت عندي الخلاط غير صغير، ندير نصف ديال الجزر، وغادا ندير كمية من البرتقال، وغادا نضيف بيضة، الزيت، نضيف غير نص بنص. دابا غادا نطحنهم ونرجع معاكم. نضيفو سنيدة هي النص، ونطحنهم، ونضيف نصف كأس ديال الماء. هذا هو القوام ديال الخليط ديالي بعد ما طحنتو، تيجي بهذا الشكل. هو طحنتو مزيان، ضفت عليه هذوك ثلاثة البيضات كاملين، وضفت الزيت، وضفت السنيدة والليمون وخيزو، وضفت عليهم كاس ونص ديال الماء باش طحنتو يجيو بهذا الشكل. دابا غنضيف السكر بنكهة زهرة البرتقال، وغادا نضيف كاس ديال السميدة رقيقة ونص، خلطوهم. وغادا نضيف هداك نص كاس ديال الكوك، كيف ما قلت لكم الكوك يكون الكوك الرقيق ديال الحلوة الميدم، هو اللي تيجي زوين في البسبوسة. اما بالنسبة للغليظ راه تيجي في تزيين. نخلطوهم مزيان. نسيت ما ذكرتش لكم قبيصة ديال الملح، راه ضروري تنديروها في الاول مع البيض، راني ضفتها. هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا تشوفوا. دابا غادي ندوز باش نحضر لا كريم باتيسيير. راكم عارفين الطريقه ديال تحضير لا كريم باتيسيير. غادي ندير غير كاس ديال الحليب، واحد جوج معالق ديال الكريمه، وندير واحد جوج معالق ديال السكر حبيبات، وغادي نوجدها ونرجع معكم. غادي نضيفو الخميره، نسيت ما قلتهاش لكم، نضيفوها هي الاخيره، نغربلوها، كتكون فيها الحبيبات، نغربلوها من الأحسن. نخلطو الخليط مزيان. نرجع معكم. ها هو لاكريم باتيسيير من بعد ما وجدته. كيف قلت لكم درت كاس ديال الحليب، وجوج معالق ديال لاكريم باتيسيير، وجوج معالق ديال السكر حبيبات. دابا غادي نضيف عليهم سكر بنكهه زهره البرتقال،
تعجبني المذاق ديالها في لاكريم باتيسير، تيجي رائع. تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش نتوما، تقدروا ديروا فانيا ولا ما ديروش كاع، نتوما الاختيار ديالكم. انا كيف قلت لكم كتعطي واحد النكهه رائعه ومتوفره عندي في البيت. اي غادي نخلي دابا لاكريم تبرد شويه وندوز باش نخوي الخليط اللي وجدت معكم في المول. هذا هو المول اللي غادي ندير فيه البسبوسه ديالي، درت فيه شويه ديال الزيت، غندهنو بالزيت مزيان. من بعد ما دهنتو غادي نرش عليه السميده مزيان. ندير ليه السميده مزيان باش ما تلصقش ليا البسبوسه. هاهو دهنتو كيف ما كتشوفوا، رشيت عليه السميده. دابا غادي نخوي داك الخليط ديالي اللي حضرت معاكم. هاهو من بعد ما خويت الخليط ديالي وسرحتو مزيان في المول، خديت هذيك لاكريم اللي حضرت معاكم، غنديرها في واحد البلاستيك بهذا الشكل، وغادا ندير بها خطوط تشوفوا. بالنسبه لهاد المرحله ديال لاكريم باتيسير اختياريه، ولكن هي كتجي رائعه. ان شاء الله غادي نجربوها وراه غادي تشوفوا النتيجه. بالنسبه للخطوط ديروا الشكل اللي بغيتوا، الا كان عندكم مول داير تقدروا ديروها فيه. ندير بهذا الشكل كتشوفوا معايا. بالنسبه للفران انا شعلته كيسخن. دابا انا ساليت من التشكال ديالها، غادي ندخلها الفرن على درجه الحراره 180، نشعلو على غير من تحت حتى طيب، عاد نشعلو على من الفوق باش تحمر لينا، ونرجع معكم باش نوريكم شنو غندير لها عاوتاني. بالنسبه للشكل الدائري اللي قلت لكم، انا شاط ليا شويه ديال الخليط، ما بغيتش نديرها غليظه بزاف، شويه ديال الخليط درته في هذه دايره. وهو درت لا كريم باتيسير دورته بحال هكا، هذه ما كنتش غنشاركها معكم، ولكن قلت علاش لا نشاركها معكم باش نوريكم الطريقه اللي ديروا لو بغيتو ديروه داير. هانتوما هي كديروا بحال بهذا الشكل، وانتم عاوتاني الاختيار ديالكم الطريقه اللي تبغوا ديروا. مجرد افكار. تبقاو ديروا بحال هكا حتى تكملوها كامله. هي كتجي بهذا الشكل، ندخلها للفرن طيب حتى هي، وان شاء الله نرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم بجوج. دابا وصلت للمرحله ديال الكوك، هذا الكاس ديال الكوك اللي قلت لكم غنزين به، غدا نحمر النصف ديالو غدا نحمرو، والنص الاخر غدا نخليه بيض. بالنسبه للتحمار غادي نحطو فوق البوطه في واحد المقيله ونبقى نحرك فيه حتى يتحمر ليا، بقاو تحركوه باش ما يتحرقش ليكم. هذا هو الشكل ديال البسبوسه من بعد ما طابت خرجتها من الفران، نتوما كيف كتشوفوا تجي رائعه، طابت مزيان. دابا غادا ندهنها بشويه، انا عندي كونفيتور ديال الفخيز، نتوما تقدروا تدهنوها بالناباج ولا اي كونفيتور عندكم، عندكم الاختيار. دهنوا هاد المربعات كاملين بهذا الشكل. هاي من بعد ما دهنتهم كاملين، دابا غادا نزوقهم بالكوك. اول كوك اللي قلت لكم غنحمر، حمرته كيجي بهذا الشكل كتشوفوا. هو بالنسبه ليه ملي تكونوا كتحمروه كيف قلت لكم تبقاو تحركوه باش ما يتحرقش لكم، وملي تحمروه تساليوه وتحيدوه ديك الساعه من المقله وتحطوه في شي طبسيل باش ما تخليوش في المقله، الا خليتوه في المقله غيتحرك كيرجع ليه هذيك السخونيه ديال المقله كيتحرك. المهم تخليوه بحال هكا كيجي. دابا غادي نزوق، غندير مربع فيه الكوك محمر.
ومربع غندير فيه الكوك عادي كتشوفوا معايا، ونزين بهالطريقة. وبالنسبه للتزيين نتوما راه تزيين اختياري، تقدروا ديروا الشوكولاته حبيبات، تقدروا ديروا كاوكاو، تقدروا ديروا اللوز، كل واحد والاختيار ديالو. انايا مجرد فكره وصافي. هو الكوك تيجي لوغو ديالو رائع في هذا الكيك، حيت هي اصلا دايرين فيها الكوك من الداخل. وغنبقاو نزوقوها بهذه الطريقه حتى نكملوا المربعات ديالنا كاملين ان شاء الله. وغندوز باش نوريكم الشكل الثاني اللي درت حتى هو يطير، وباقي تيطيب في الفرن. غنخرجوا حتى هو ان شاء الله ونوريكم الشكل ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه كيف كتشوفوا. من بعد ما كملتها في التزيين كتجيب هذا الشكل، راه كتجي رائعه. ونوريكم الشكل الثاني حتى هو يخرج من الفران وزينته، هانتوما كيفاش كتجي. حتى هي راه تجي المنظر ديالها رائع وكتجي لذيذه، وتبارك الله هاد ريحه الكوك اللي محمر ريحته طالعه كتشهي. وان شاء الله نتمنى تجربوهم، راه غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. ونتمنى اللي مازال ما مشاركش معايا في القناه ديالي شارك معايا وفعلوا الجرس. ونتمنى تبارطاجيو القناه ديالي مع الاحباب والاصدقاء ديالكم حتى همايا. انا نقطع معكم بسبوسه باش تشوفوها كيفاش تجي من الداخل. نقطعو طريف قدو وراه تتجي رطبه بلا ما تسقيوها بلا والو، وتتجي رطبه وتتجي رائعه. هاي كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها كيفاش تيجي من الداخل، راه تجي شيشه. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الاخبار، راه تنال الاعجاب ديالكم. ونتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.